السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير فاكرة ان غيبوبة ارتفاع السكر في الدم بتكون اخطر من غيبوبة انخفاض السكر في الدم، علشان يعني السكر بيكون مرتفع فيكون اخطر، لان المتعارف عليه ان اي حاجة عالية اخطر من اي حاجة قليلة. لكن الحقيقة ان غيبوبة انخفاض السكر هي الاخطر، لانها بتحدث بسرعة ومشاكلها بتحدث في فترة قليلة جدا. في سببين مهمين جدا بيخلي غيبوبة السكر المنخفض اخطر من غيبوبة السكر المرتفع. اول حاجة، لان انخفاض مستوى السكر في الدم يسبب ضرر بالمخ في خلال 20 دقيقة من الغيبوبة، فيسبب قصور وخلل في بعض المراكز المهمة في المخ. ولو الحكاية دي تكررت، اللي هي الغيبوبة تكررت او طالت مدة الغيبوبة، ممكن تأثر على المناطق المهمة جدا زي مراكز الذاكرة والذكاء والحالة النفسية والحالة المزاجية للمريض. مش كده وبس، ممكن تسبب ذبحة صدرية للمرضى اللي عندهم قابلية لحدوث الذبحة الصدرية، زي المدخنين وكبار السن والناس اللي عندهم ضغط عالي والناس اللي عندهم مشاكل في القلب ومشاكل في الدورة الدموية. السبب الثاني اللي بيخلي غيبوبة انخفاض السكر اخطر من غيبوبة ارتفاع السكر، ان في حاجز في المخ بيسموه الحاجز الدموي للمخ. ده بيمنع عبور الجلوكوز بتركيزات عالية للمخ، وبالتالي بيمنع حدوث اي مشاكل تحصل للمخ عند ارتفاع مستوى السكر في الدم. دي اهم الاسباب اللي بتخلي غيبوبة انخفاض السكر في الدم اخطر من غيبوبة ارتفاع السكر في الدم.